الأستاذ العالمي الكبير محمد بن رياضة. مرحبا. اليوم تنحضروا في التكريم ديالكم في منتدى الأفاق للتنمية والثقافة في نسخته السادسة، ولكن اللي كما فغطي هو أن كاين قامة كبيرة في تيمة كبيرة اللي هي تلاقح الثقافات وبين التحديات والأفاق. من منظوركم كيفاش تشوفوا هاد يعني تلاقح الثقافات أو تأثير ثقافة في ثقافة ظاهرة قديمة؟ مثلا عندما نقول إن الثقافة العربية في العصر العباسي انفتحت على ثقافات أخرى هندية وفارسية ويونانية، معناه إنها كانت تستفيد من معارف ومن إنتاجات فلسفية أنتجها الآخرون. ولكن ما حصل في العهد العباسي كان مرتبطا بتفوق الدولة العباسية، استطاعت الثقافة الإسلامية العربية آنذاك أن تستفيد وأن تمتص وأن تغتني بتلك الثقافات الأخرى. لكن في نهاية القرن التاسع عشر لما بدأنا وبدأت الثقافة العربية تتلاقح وتتفتح على الثقافات الأوروبية الأجنبية، كانت في موقع ثقافي يتم من موقع الفهم والقوة. حل قلت لك في العصر العباسي كان هذا التلاقح إيجابيا، وبين أن يتم هذا التلاقح وأنت ضعيف وليس لك البنيات الكافية فيقع تشويه فيما تقتبسه أو تصبح أسيرا لما تقتبسه. فالتلاقح هي ظاهرة عالمية وقائمة ولا أحد يمكن أن يوقفها، ولكن الشروط هي أن تكون كل ثقافة واعية بما تتفاعل. أستاذ برادة، إلى أي نعتبر هذا التكريم؟ فهو وقفة مع الذات أو ضد الذات أو تقويم الذات؟ لا، كما قلت هي فرصة للحوار، لمتابعة الحوار مع أصدقاء، مع الطلبة السابقين، مع جمهور من القراء. ولذلك التكريم أثناء حياة الكتاب والمفكرين هو شيء. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.